أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين. يأتي ذلك بعدما عززت الحكومة من مالياتها من خلال مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. اجتمع وزير الكهرباء محمود عصمت برؤساء شركات توزيع الكهرباء لاستعراض الموقف الفعلي داخل كل شركة بما في ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل. شدد الوزير على ضرورة التصدي لسرقات التيار الكهربائي مع تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية والعقوبات الصارمة للمتهاونين، وأكد الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات. قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة إن الهيئة تقوم بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين في الخارج. أوضح هيبة أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت به للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي، خاصة القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها. سيطر اللون الأحمر على أداء أسواق الأسهم الخليجية بعد تراجعات مماثلة في الأسواق العالمية وسط حالة من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف من ركود الاقتصاد العالمي. أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات على خسائر جماعية، إذ سجل المؤشر الأول أكبر خسائر يومية في 3.5 أشهر، ولم يكن الوضع أفضل في بورصة قطر، حيث أغلق المؤشر في المنطقة الحمراء لثاني جلسة على التوالي مسجلا أكبر خسائر يومية في أسبوعين. وفي السعودية ولم تسهم النتائج الإيجابية للشركات في دعم مؤشر تاسي، والذي تكبد أكبر خسائر يومية منذ يناير الماضي. تستضيف بريطانيا قمة عالمية للاستثمار في 14 أكتوبر القادم. أعلنت الحكومة البريطانية أن القمة ستنعقد بحضور 300 شخص من قادة الصناعة لتحفيز الاستثمار في المملكة المتحدة.